طول الوقت ماسكين في ايدينا موبايل، ايباد، لابتوب، حتى واحنا قاعدين مع اهلنا او اصحابنا بنلاقي نفسنا برضو بنستخدم من وقت للتاني الموبايل. بعض الناس اللي بيبتدي عندها الوعي يزيد باستخدامها الزايد لمواقع التواصل الاجتماعي بتسأل ازاي اتخلص من السلوك اللي بقى شبه ادمان في حياتي وبعمله احيانا بدون ارادة وبعدم وعي مني وعدم ادراك كمان للوقت اللي بيضيع وانا بستخدم الحاجات دي، وايه اصلا الحاجة اللي بتخليني متأثر قوي كده وابتدي افوق بس لما الاقي عيني توجعني بزيادة او اني احس اني فوتت حاجة كان لازم اعملها في الوقت ده. فهنلاقي ان كتير من الاسئلة موجودة حوالينا عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، وهو ده بالظبط اللي هيجاوب عنه الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة، لا يقاوم، Irresistible لآدم أرثر. فالمهتم بالموضوع يكمل معايا الفيديو. في مؤتمر شركة أبل عام 2010 استمر ستيف جوبز في عرض إمكانيات الآيباد الجبارة وإزاي إن كل شخص لازم يكون عنده آيباد، لكن في نهاية 2010 اعترف ستيف جوبز لصحفي نيويورك تايمز نيك بيلتون إن عمره ما سمح لأطفاله باستخدام الآيباد. وعلى نفس النمط لاحظ بيلتون إن إيفان ويليامز مؤسس تويتر ومدونات بلوجر وميديوم اشترى لأطفاله مئات الكتب لكن رفض تماما يشتري لهم آيباد. هنلاقي كمان إن كاتب سيرية ستيف جوبز حكى لبيلتون إن أثناء تناوله العشاء في مرة مع ستيف جوبز في بيته كان ستيف جوبز كل المواضيع اللي بيتكلم فيها عن الكتب أو عن التاريخ او عن اي مواضيع تانية غير الايباد وغير الاجهزة الالكترونية. حتى كمان اولاده مش باين عليهم خالص انهم متلهفين على استخدام التكنولوجيا ايا كانت نوعها. في كتاب Irresistible بيحاول ادم أرثر يوضح الاسباب اللي بتخلي استخدام التكنولوجيا الحديثة خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي والعاب الفيديو بتسبب الادمان عند الانسان او بتخلي الانسان يتعود عليها بالشكل ده. في بداية الكتاب هنلاقي ان المؤلف بيحاول يصور لنا ازاي ان الوسائل اللي اتصممت بيها اصلا التطبيقات او التقنيات دي هدفها في الاساس هو تعليق الانسان بيها لدرجة الادمان، وهو ده نفس السبب اللي بيدفع مصممي الالعاب دي او التقنيات او الاجهزة الحديثة دي يكون عندهم حرص شديد جدا لما يجوا يتعاملوا مع الاجهزة دي او يعرضوا اي حد من افراد اسرتهم ليها. وعلى حسب كلام تريستان هاريس هو احد مسؤولي اخلاقيات التصميم السابقين في جوجل، المشكلة مش في انعدام ارادة الانسان لكن المشكلة الاكبر في وجود الاف الاشخاص في الجانب الاخر من الشاشة مهمتهم الوحيدة هي تحطيم التحكم الذاتي عند الشخص المستخدم. كمان بيوضح المؤلف ادم أرثر الادمان مش شرط يكون على مادة مخدرة لكن ممكن يكون على سلوك معين عودت نفسك عليه لفترة طويلة، واللي بيحاول يقنعك بيه المؤلف ان الادمان هو ضعف اتجاه بعض الناس اتجاه شيء معين بغض النظر او ايا كان ايه هو الشيء ده. الاختلاف الوحيد بين شخص ادمن على سلوك معين وبين شخص تاني عادي هو ان الشخص ده اتعرض للتجربة او السلوك اللي وصله لفقد التحكم الذاتي. وكمثال للتوضيح كلمنا عن حرب فيتنام وبالأخص عن انتشار الهيروين بسرعة كبيرة جدا بسبب سعره وتأثيره وبسبب شعور الجنود بالملل في معسكراتهم وخنادقهم، فمع نهاية الحرب وتعود نسبة كبيرة جدا من الجنود على المخدر ده اعترف الرئيس نيلسون ان العدو الأكبر للشعب الأمريكي هو المخدرات. فيما بعد تعافى الجنود بشكل سريع وبعد تجارب اتعملت على الفئران اكتشفوا ان السبب اللي ساعد الجنود على التعافي هو التخلص اصلا من المؤثر او من المسبب اللي خلاهم يتعرضوا من البداية للظرف ده. فتوصل المؤلف الى ان الادمان هو الربط بين المؤثر اللي بيسبب اصلا الادمان وبين التخلص من الوحدة والحزن والتوتر. بيبدأ يصنف ادم أرثر في كتابه 6 عوامل او اسباب بتجعل تجربة او سلوك معين مسبب للادمان. اول سبب هنتكلم عنه هو الاهداف. دايما لما بنتكلم عن الاهداف بنتكلم على ان هي شيء كويس جدا ان الشخص يضع اهداف في حياته وكلام زي كده، لكن الاهداف اللي بنتكلم عنها دلوقتي هي اهداف الى حد ما بتفرض نفسها عليك وفي اوقات كتير بيكون بشكل غير واعي. لما بنيجي نستخدم اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بيطلب منك انك تعمل حساب
وعلى اساس عمل الحساب ده انت بتبتدي تنشر صورك ويبقى عندك اعجابات ويبقى عندك متابعين وكلام زي كده. حتى كمان لما بتبتدي تلعب اي لعبة بيكون الهدف فيها انك تكسر الرقم القياسي او انك تكسب او تفوز في اللعبة. المشكلة بتبدأ لما بنبدأ نربط السعادة او النجاح بارقام. كمان هنلاقي ان الموضوع بيزيد لما بنبتدي نعمل مقارنات، يعني مثلا الصورة بتاعتي جابت اعجابات كتير او جابت اعجابات قليلة، هتبدأ تبص للناس اللي حواليك، لو لقيت عندهم متابعين اكتر، لو لقيت عندهم نسبة اعجاب اكتر، كل الكلام ده هيبدأ يأثر عليك. بعض الناس هنا هتبتدي تعمل مقارنات وتبقى عايزة تزود عدد المتابعين او تزود عدد الاعجابات اللي هي بتحصل عليها، فالموضوع هيدخل معاها في حلقة مفرغة ان هي كل ما هتشوف حاجة عايزة تزود عليها اكتر. فانت في اللحظة دي بيكون عندك اهداف، والاهداف دي بتكون غير مهمة في الحياة على الاطلاق. نفس الوقت بتلاقي ان دايما اهدافك بتبقى عايزة توصل لحاجة اعلى، كل ما هتشوف حد بيعمل حاجة معينة على وسائل التواصل الاجتماعي او على الانترنت هتكون عايز تقلده عشان توصل لعدد المتابعين بتوعه او توصل للمكسب اللي هو بيحققه من زيادة عدد المتابعين وعدد الاعجابات عنده. وفي الحالة دي بعض الناس بيكون مش مهم عندها الوسيلة، لكن الهدف او الغاية هي الاهم بالنسبة لهم. فبيبدأ الانسان هنا يمشي في حلقة مفرغة، وفي كل مرة بيبقى عايز يزود الحاجة مش اعتمادا على اهمية الحاجة بالنسبة له اكتر من انها مقارنات مع الناس اللي حواليه في العالم الافتراضي اللي موجود حواليه. تاني عامل هو التغذية الرجعية، الفيدباك. قبل عام 2009 زرار اللايك اللي احنا بندوس عليه وباقي الاموشنز ما كانش موجود اصلا في الفيسبوك، وده كان بيرجع لرفض مؤسس الفيسبوك للفكرة. لكن ردود الفعل على اي حاجة بتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي بتدفع الانسان اصلا لاستخدام الحاجة دي. ممكن كمان تحدد لك او تجبرك على الحاجة اللي انت هتنشرها اصلا او الكلام اللي هتقوله. مش بس كده، ده انت احيانا كمان لو حد عمل اموشن غلط غير اللي انت متوقعه على الكلام او الصورة اللي انت بتنشرها، ده هيضايقك شوية او هيخليك تفكر في الموضوع، هو ليه استخدم الاموشن ده وما استخدمش الحاجة اللي انا منتظرها. تالت عامل هنتكلم عنه هو الانجاز. ذكر ألتر ان كان في لعبة بتتعمل في المزادات بيعرض المنظم $1 للبيع مقابل اعلى سعر، بشرط ان صاحب اعلى سعرين هيدفعوا في نفس الوقت. فبكده لو مثلا شخص منهم عرض 80 سنت والشخص التاني عرض 70 سنت، فهو كده هيحصل على $1.5 مقابل انه خسر $1. وعلى نفس اسلوب المزاد والحماس والنشاط اللي بيكون موجود فيه واحساس انك عايز تفوز في النهاية، ايا إن كان انت هتفوز بايه، احيانا بيكون الفوز مقابل لا شيء، او انك اصلا هتخسر في النهاية، او ممكن تخسر فلوس مقابل ان انا اكون الفايز في النهاية. فهنلاقي ان بعض الالعاب بيتم تصميمها باستخدام نفس الاسلوب ده. ممكن توصل احيانا انك تصرف فلوس في مقابل انك تحصل في لعبة على انجاز زيادة او على معدات زيادة مثلا، بالرغم ان احيانا ممكن تكون اللعبة اصلا مجانية، لكن لما توصل لليفل معين تبتدي شروط اللعبة توضح لك انك مش هتعرف تعدي المستوى ده الا لما تبتدي تشحن. احيانا طبعا لانك مش عايز تتراجع وعايز تكمل فبتدفع. رابع عامل هنتكلم عنه هو التصعيد. اكيد لو كسبت دايما في اي لعبة او في اي حاجة مع الوقت هتحس ان في ملل، لكن لما تكسب مرة وتخسر مرة او تحس ان في حاجة صعبة محتاج تعديها، هنا عنصر التصعيد بيكون هو الاساس وهو اللي بيزود التحدي. فهتلاقي تحدي يخليك عايز توصل للمرحلة اللي بعد كده وكمان مصرة انك تفوز. فالفكرة بتعتمد على التوازن بين السهل وبين الصعب، بين المساحة المريحة وبين المساحة الموترة. المساحة دي اللي احنا بنتكلم عنها اسمها مساحة التدفق، وده طبعا هنلاقيه واضح في اغلب الالعاب اللي بتحتاج منك خبرة لانجاز المهمة او المهام اللي مطلوبة منك او الوصول مثلا لمستوى معين. واللي اكتر من كده لما لعبة تجبرك انك تكمل، وإلا هتخسر الانجازات اللي انت عملتها اصلا من البداية، زي اللعبة القديمة اللي كانت موجودة المزرعة السعيدة اللي كانت بتجبرك انك تدخل من فترة للتانية او ما تسيبش اللعبة لفترة طويلة، وإلا مثلا المحاصيل بتاعتك هتموت، فانت مضطر انك تكمل عشان ما تخسرش الانجاز اللي انت عملته طول الفترة اللي فاتت. خامس عامل هو التشويق. على عادة اغلب البشر عندهم حب للفضول وحب للتشويق، عايزين يعرفوا ايه الحاجة اللي هتحصل بعد كده،
يعني لو بتقرأ رواية او بتشوف مسلسل ممكن تجيب حلقاته كلها على الانترنت بهدف انك تشوف ايه اللي هيحصل في نهاية المسلسل بدافع الفضول اللي جواك. كمان التشويق المتعلق برؤيتك لاخر الاشعارات اللي بتجيلك او التنبيهات اللي بتجيلك كل شوية عن الاشعارات الجديدة اللي موجودة في اي موقع انت بتستخدمه، والمنشورات والصور اللي بتنزل باستمرار، كل ده بيدفعك انك تدخل تشوف ايه الجديد، ايه اللي نازل جديد. الفضول هو اللي بيدفعك او التشويق اللي جواك هو اللي بيدفعك تدخل تشوف ايه الجديد. اخر عامل هنتكلم عنه هو التفاعل الاجتماعي. الانسان بطبعه كائن اجتماعي بيحب يتفاعل مع غيره من البشر. نلاقي ان من اكتر التطبيقات نجاحا هي التطبيقات اللي بتسمح لك انك تتفاعل مع غيرك من البشر، سواء مثلا تشوف الصور او تتفاعل في الاخبار، تشوف ايه الاخبار الجديدة. التفاعل عموما بين البشر هو اللي بينجح اي تطبيق. التفاعل الافتراضي ده بيعوض الى حد ما نقص كبير ويحل محل العلاقات الواقعية والحاجة للتعامل مع ناس حواليك، لكن وعلى حسب وصف الكاتب هو تعويض ناقص وغير مساوي تماما. المشكلة الأكبر زي ما قال متخصص إدمان التكنولوجيا هي الاستغناء عن العلاقات الواقعية اللي احنا بنعيشها في حياتنا الطبيعية. طبعا الكتاب ليه جزء تاني، ده لان عدد صفحاته كبير 368 صفحة، كمان عشان وقت الفيديو مش حابة الفيديو يطول عن كده. ان الكتاب مهم ومفيد جدا وهيعجبك وهيفهمك امور كتير. اتمنى اكون قدرت افيدكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.